القطاع الصحي في العراق شهد المزيد من التدهور بعد عام 2003، فراح ضحيته مواطنون عراقيون في شتى المحافظات، آخرها ما شهدته المثنى من تظاهرات أمام دائرة صحة المحافظة على أثر وفاة طفل بسبب نقص الأسرة في المشفى التعليمي، وسط استمرار الإهمال الحكومي لهذا القطاع. ليش ابن حولتوه لبغداد وتحت النصف الشديد والاختناق بالدم؟ احنا اجينا من الرميثة الساعة بالوحدة الظهر المستشفى الحسين التعليمي بالوحدة الظهر للعشرة بالليل، ابننا مشمور بالطوارئ ينزف ومخنوق بالدم. اليوم الوزارة بالعراق مفقودة لأن الصحة مالتنا صفر. لو شوف الصحة ووضعيتها وهذا الطفل اللي راح سببها أداء الصحة ووضعية الصحة. أنا اليوم عندي مرض، زوجتي مريضة، طببناها بمرض طلع لمرض ثاني. المتظاهرون طالبوا بإقالة مدير الصحة المحافظة متهمينه بالتقصير في واجباته، كما أكدوا فشل اللجان التحقيقية التي تشكلها وزارة الصحة الحالية في مثل هكذا حوادث. بالنسبة للقضاء، يعني عند إقامة دعوة على دكتور أو مستشفى أو مدير مستشفى أهلي مباشرة يحلوها تحقيق إداري، والتحقيق الإداري معناه شنو؟ معناه يكونون لجنة من داخل الصحة ونفسهم اللجنة، يعني هم أطباء وهم زملاء نفسهم، فأكيد ما يطون بي. التحقيق الإداري صعد البغداد رد للسماوة وكل شو ماكو، والمحققين داخل المحكمة المحققين وهم دافنين ما يخلونها توصل للقضاء. هو تكرار لمسلسل سقوط المرضى في مستشفيات العراق ضحية الإهمال الحكومي الذي فاقم أزمة القطاع الصحي وأدى إلى انهياره، يضاف لذلك ما تواجهه وزارة الصحة الحالية من فساد مالي وإداري فرضته المحاصصة الطائفية والصراعات السياسية والحزبية والميليشياوية، فجاء كل ذلك على المواطن العراقي البسيط أولاً وآخراً.